مثلا النعم، نعم الله علينا سابقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة من الله. هذه النعم الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكرها إلا وهي تيرة عليهم ولا ينتفعون بها، لأنهم ما عرفوها إلا بعد زوالها. كان أحدهم صحيح الجسم معافى بجسمه، فشخص له الطبيب مرضه فذكر له أنه مصاب بسرطان لم يعد قادرا على تدارك ما مضى. القسم الثاني عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكنهم لم يعرفوا من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهؤلاء أيضا لا يمكن أن يشكروا هذه النعمة إلا لأنهم لا يظنون أنها من عند الله أصلا. والقسم الثالث عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، وعرفوا أنها من الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم انشغلوا بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والقسم الرابع الذين عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم يشتغلوا بالنعمة عن شكرها بل صرفوا النعمة في مرضاة من أسداها، وهؤلاء هم الشاكرون وهم قليل، وقليل من عبادي الشكور، يعني الله وإياكم منهم. فالذين يأخذون هذه النعمة على هذا الوجه وأنها جبهة مفتوحة عليهم يجاهدون فيها هم الذين يزكون أنفسهم ويربون هذه التزكية.